بيبدأ فيلمنا في تكساس سنة 2044 مع جو اللي بيكون شغال مع المافيا وبيكون واقف في مكان معين مستني حد يظهر، وأول لما بيظهر بيقتله جو. وبيحكي جو بيعرفنا انه بيستنى ناس تيجي من المستقبل وبيقتلها وبيخفي الجثة، وبكده الإنسان ده مش هيكون في المستقبل لأنه مات في الماضي، ودي بتكون الشغلانة بتاعته. وبيروح يقابل سيس صاحبه وبيروحوا الحينة علشان يشوفوا بيل ويسهروا، وبيقول لهم بيل إن زاك في دايرة الزمن وقتل واحد عجوز وتقريبا طلع هو في المستقبل علشان كده مش عارف يخرج، بس بيطلع زاك ومش بيقتل نفسه في المستقبل وبيسهروا بعدها كلهم. وبيصحى جو كل يوم في نفس الوقت وبيروح يقتل واحد جاي من المستقبل في نفس المكان، وبيجمع الفضة من الجثث بعد ما بيخبيها، وبيروح يسهر في الحانة وبياخد مخدرات كل يوم، ودي بتكون حياة جو. وفي يوم بيكون نايم جو وبيخبط عليه ساس وبيصحيه وبيقول له ان رجالة ابل اللي هم شغالين معاهم بيجروا وراه وهيقتلوه، وبيعرف جو منه ان ساس كان في مهمة ولازم يقتل واحد، بس بيلاقي الشخص ده هو اللي في المستقبل وكان بيغني اغنية امه كانت بتغنيها له زمان علشان كده عرف ان هو، وسابه يجري ومعرفش ساس يقتله. واللي بيعمل كده فيهم ومش بيقتل الشخص اللي وصل من المستقبل لازم يموت، وبيقولوا ان في زعيم اسمه صياد المطر وانه هيجي من المستقبل وهيموت ناس كتير علشان كده بيخبي جو. وبعدها بتيجي رجالة اب علشان تفتش البيت، وبيروح جو الاب في المطر بتاعه، وبنعرف ان اب ده راجل من المستقبل وهو دلوقتي اللي بيحكم المدينة ومشغل ناس كتير معاه، وبيقول له ايه انه لازم يقول لهم على مكان ساس بدل ما يحصل خلل في الزمن لان دلوقتي في 2 ساس، والا هياخد الفضه اللي كان بيجمعها جو من الجثث اللي بيقتلها. وبيساله بيتعلم اللغه الفرنسيه ليه، وبيقول له جو انه هيسافر فرنسا، بس بيضحك ايه وبيقول له انه هيروح الصين وهو عارف لانه من المستقبل، علشان كده بيقول له جو مكان ساس. وبعدها بيمشي وبيكون ساس الكبير بيحاول يهرب، بس بيلاقي على ايده مكتوب عنوان لازم يوصل له خلال 15 دقيقه، علشان كده بيروح للمكان، بس وهو ماشي بتفضل ايده تختفي ورجله لحد ما بيوصل للمكان وبيلاقي كيت في وشه وبيقتله، وبيكون معاه جثه ساس وهو شاب وفضل يقطع في اطراف جسمه علشان كده كانت بتختفي اطراف ساس وهو كبير. بعدها جو بيكون رجع للبيت بتاعه ولقى دم في الخزانه اللي كان فيها ساس وبينام جو، وتاني يوم بيصحى علشان يروح يكمل شغله ويقتل الشخص اللي جاي من المستقبل، بس لما بيظهر بيطلع جو من المستقبل وبيتفاجئ جو، بس بيضرب عليه نار وبتيجي في الذهب اللي في ظهره، وبيقوم جو الكبير وبيضرب جو وبيهرب. وبيصحى جو الشاب وبيلاقي ورقة جو الكبير سايبها له وبيقول له يهرب من المدينة، وبيروح جو البيت بتاعه بيلاقيه متدمر وفي سيجارة لسه مولعة، فبيعرف ان كان في حد هنا، وبيجي كيدو معاه واحد كمان علشان ياخد الفضة، وبيهجم عليهم جو وبيقول له يقول لاب انه هيلاقي جو الكبير ويقتله، وبيجي مساعد كيد وبيضرب نار على جو علشان كده بيهرب جو من الشباك، بس بيقع وهو نازل على سلم الهروب. وبنرجع تاني لليوم اللي كان مستني فيه جو، وبيظهر واحد وبيقتل جو على طول، ولما بيجي ياخد من ظهره الفضة بيلاقي مكانها ذهب وبيشيل القناع اللي على وشه، فبيلاقي جو هو كبير وبيعرف انه هيموت في السن ده. وبعدها بسنة بيروح جو الصين وبيعيش هناك لمدة 30 سنة وبيتجوز وبيكون شغال مجرم وبيقتل الناس، وبيكون جو كبر خلاص وبتاخده عصابة علشان ترجعه بالزمن علشان جو يقتل نفسه، بس بيضربهم جو وبيدخل آلة السفر عبر الزمن. وبنرجع لليوم اللي كان جو مستني فيه نفسه وضرب عليه نار، بس بيقوم جو الكبير وبيضرب جو وبيهرب. بعدها بيروح لجو وهو قاعد في الشارع وبيقول له يجي معاه، وبيروح لبيته لما كان بيهرب من مساعد كيد وبيقتله، وبياخد جو الكبير جو وبيمشي، وبيكون اب شغال مع رجالته علشان يدوروا على جو الكبير ويقتلوه، وبيقول لكيد انه فاشل ويروح لانه مش عارف ينجز مهمته. في الوقت ده بيكون جو الكبير بيجمع معلومات عن الزعيم الخطير اللي هيجي من المستقبل، في الوقت ده بيلاقي مكتوب على ايده يجي بكره للمكان اللي كان بيقعد فيه، وبيعرف ان جو عايزه، وتاني يوم بيروح لجو الكبير وبيقعد معاه، وبيحكي له جو الكبير على مراته اللي ماتت، وان جو هيحبها قوي ولازم يحميها، لانها هي اللي انقذت حياته لما كان صغير ومتهور، وكمان بيقول له ان في زعيم هيجي من المستقبل، وهو عارف انه في المدينة، عشان كده رجع هنا عشان يقتله، لانه هيقتل مراته في المستقبل، وبيهجم عليه جو الصغير، بس بيعرف يمسكه جو الكبير، وهما بيتخانقوا بيجي كيد ورجالته وبيهجموا على جو الكبير، وبيعرف جو الصغير ياخد منه جزء من الخريطة اللي معاه، وبيهرب جو الكبير، وبيروح جو الصغير المكان اللي في الخريطة اللي معاه، وبيكون بيت واحدة اسمها سارة، وبيفضل في الحقل لحد بالليل، علشان يعرف يدخل البيت، في الوقت ده كيد بيكون قاعد مع إب.
وبيقوله انه عايز ياخد فرصة تانية علشان يمسك جو، بس بيتضايق منه ايب لانه على طول بيفشل، وبيضربه على ايده وبيخرجه برا. وبالليل بيلاقي جو واحد بيقرب من بيت سارة، وبتمسك سارة بندقية لكنها بتقع ومش بتعرف تضرب عليه، علشان كده بيروح جو بيهدد الراجل ده بالبندقية اللي معاه، وبيطلع طفل مشرد وعايز ياكل، وبعدها بيمشي. وبيبان التعب على جو لانه مدمن مخدرات وما شربش النهاردة اي مخدرات، علشان كده بيكون تعبان. وبيروح له سيد ابن سارة وبيديله مية علشان كان عطشان. وتاني يوم الصبح بيصحى جو وهو مربوط من ايده، وبتيجي سارة وبتقوله يمشي، بس بيحكي لها جو على كل حاجة، وبيديها الخريطة وبيقولها ان بيتها من ضمن تلات بيوت هيروحهم جو الكبير. ولما بتعرف كده بتضربه سارة طلقة في كتفه، وبيحس جو الكبير على طول بالطلقة، وبيقرر يروح يقتل اول طفل، وبيوصل البيت بتاعه وبيقتله. وبيكون جو قاعد مع سارة وبتفهمه ان الارقام اللي على الخريطة دي يوم ميلاد سيد ابنها ورقم المستشفى. وبيعرف جون جو الكبير مفكر ان في واحد من التلاتة دول الزعيم صياد المطر اللي هيكون في المستقبل ويقتل مراته، علشان كده جو جاي هنا علشان يموته. وبيقول لسارة ان جو الكبير هيموت الطفلين التانيين وهيجي علشان يقتل ساد، وبيقول لها كمان انه هيحمي ابنها وهيموت جو الكبير لو جه هنا. وبيكون عايز جهاز تواصل معاه لانه هيكون بعيد عن البيت علشان يراقبه من الحقل. وبتقول له سارة انها هتدور عندها. وبالليل بيكون جو نايم وبيصحي ساد، وبيقول له انه عمل جهاز تواصل علشان يعرف يتواصل معاه لما يجي جو الكبير. وكمان بيقول له انه شاف امه وهي بتموت وما كانش قادر يعمل حاجة، وان سارة دي مش امه اصلا. وبيفتكر جو كلام جو الكبير ان الزعيم ده هيكون اسمه صياد المطر، وكمان كان ذكي وامه اتقتلت قدام عينه وهو صغير. فبيعرف جو ان سيد هو الزعيم اللي هيكون في المستقبل. وتاني يوم بيلعب سيد مع سارة لكنه بيكون متضايق لانها مش بتساعد جو، وبيقول لها انها مش امه وانها كذابة، وبيفضل يزعق ساد. عشان كده بتروح تقعد سارة في الخزانة وبتقفل على نفسها. في الوقت ده بيكون جو الكبير راح لبيت الطفل التاني علشان يقتله، بس بيلاقي امه هناك. وتاني يوم بيجي جيس لبيت سارة وبيوريها صورة جو وبيقولها انهم بيدوروا عليه، بس سارة بتقوله انها ما تعرفوش. وبيدخل البيت علشان ياخد منها معلومات، وبيكون جو مستخبي ورا الكنبة اللي هم قاعدين عليها. وبينزل سيد من غير صوت علشان يعرف يخبي جو، ولما بينزل بيعمل صوت علشان يقوم جيس يشوف ايه اللي بيحصل، وبعدها بيرجع لجو وبياخده علشان يهربوا من النفق اللي بره البيت. وبعدها بيمشي جيسي وبيخرج جو هو وساد. وبالليل بتكون سارة قاعدة في غرفتها وبتدوس على الجهاز اللي عمله ساد، فبيجي جو بسرعة للغرفة بتاعتها وبيكون فاكر ان سارة في خطر، بس بتكون عايزة تتكلم معاه وبتقوله ان ساد ابن اختها، ولما كانت في حفلة رجعت علشان تشوفهم ولقيت اختها ماتت، عشان كده مشيت من المدينة وعاشت هنا، وبتكون عندها قدرة انها تحرك الحاجات من بعيد. وبيصحى جو تاني يوم الصبح مش بيلاقي سارة جنبه، وبينزل تحت بيلاقي جيسي ماسكها، وبينزل جو علشان يسلم نفسه. في الوقت ده بينزل ساد وبيقع وهو نازل، علشان كده بيتعصب وبيرفع كل حاجة في البيت حتى جيسي وبيقتله. وبيتأكد جون ساد هو الزعيم اللي هيكون في المستقبل، وبيقول لسارة انها تاخد ساد وتختفي لان رجالة ايب عرفوا مكانه، واكيد جو عرف ان ساد هو الزعيم وهيجوا هما الاتنين علشان يموتوه. في نفس الوقت جو الكبير بيدخل بيت الطفل التاني علشان يقتله، بس بيلاقي كيد مستنيه هناك وعرف يوقعه، وبياخده وبيروح لمقر ايب علشان يثبت له انه مش فاشل وعرف يقبض عليه. وبيسمع منهم جو الكبير ان رجالة ايب راحوا يقتلوا جو عند بيت سارة، علشان كده بيهجم عليهم جو الكبير وبياخد سلاحه وبيموتهم كلهم. وبيوصل لإيب وبيقتله هو ورجالته وبيمشي. وبعدها بيفوق كاد وبيدخل لغرفة إيب وبيلاقي ميت، وبيعرف مكان بيت سارة من الخريطة اللي موجودة في الغرفة، وبيقرر انه هيروح هناك علشان ينتقم. وجو بيكون مستنيهم هناك، وبيجي جو الكبير علشان يقتل ساد، وبيوقفه جو وبيضرب عليه النار علشان يرجع. في الوقت ده بيجي كاد وبيهجم على جو وبيفضلوا يضربوا نار على بعض، وبيعرف يقتلوا جو. وبيروح جو الكبير لساد علشان يموته، وبتكون سارة حضرت العربية وخدت ساد وماشيين، بس بيوقفهم جو الكبير وبيضرب عليهم نار، وسارة بتخلي ساد يهرب للحقول وبتقف قدام جو الكبير علشان ما يقتلش ساد. في الوقت ده بيجي جو وبيعرف اللي هيحصل، وان الطفل هيشوف سارة وهي بتموت، والجو الكبير هو اللي هيقتلها قدامه. وبيفهم جو القصة اللي حكيها له جو الكبير عن الزعيم اللي في المستقبل، فبيقتل نفسه علشان يغير مجرى الاحداث، وبيختفي جو الكبير على طول. وبعد ده بتاخد سارة ساد وبيرجعوا للبيت وبيعيشوا حياة عادية. وبس كده، ياريت تدعو لأمي بالرحمة والمغفرة، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك، اللهم امين يا رب العالمين. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. سلام.